صمود صمود. بعد 13 شهرا من الاحتجاجات والاحتقان السياسي في البحرين، أعلنت 5 جمعيات معارضة على رأسها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، أعلنت أن المعارضة تتطلع إلى حوار تحظى نتائجه بموافقة الشعب. وقال بيان أصدرته أن تلك الجمعيات ترحب بالحوار الجاد ذي المغزى والذي ينبغي أن يفضي إلى حل سياسي توافقي وشامل ودائم يحقق العدالة والمساواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتها ويخرج البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بها منذ أكثر من عام. وشددت المعارضة على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق والشفاف لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، في إشارة إلى اللجنة التي شكلها الملك حمد بن عيسى الخليفة التي ترأسها الخبير المصري الدكتور محمود بسيوني، وخلصت إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة ومارست التعذيب خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في شباط فبراير وآذار مارس عام 2011 وتستمر تداعياتها حتى اليوم. إلى ذلك، أعلنت الجمعيات الخمس اتفاقها على تشكيل مرجعية تفاوضية ممثلة في رؤساء الجمعيات السياسية لاتخاذ القرارات إزاء أي عملية حوار قادمة، كما اتفقت على أن يمثلها وفد مشترك في أي حوار. في نظر المعارضة السياسية أن الحوار الجاد الذي سيخرج البحرين من أزمتها يجب أن يرتكز على 3 قضايا رئيسية أو على 3 رؤيات سياسية. أول رؤية هي مبادرة سمو ولي العهد التي أعلنها في 13 مارس، وتركزت على الحكومة التي تعبر عن الإرادة الشعبية ومجلس منتخب، كذلك وثيقة المنامة التي أطلقتها الجمعيات السياسية الخمس في 13 أكتوبر. تحدثت هذه الوثيقة عن المطالب السياسية الواضحة، حكومة منتخبة بدل الحكومة المعينة منذ سنة 1971، وعن مجلس منتخب بغرفة واحدة كما كان عليه الحال في سنة 1973، وبدوائر عادلة وقضاء مستقل. من جانبها، قالت البرلمانية سميرة رجب إنه لا يوجد جديد في إعلان المعارضة. هذه النقاط الثلاثة أو الرؤى الثلاثة التي ذكرها عبد الجليل خليل هي نفس النقاط التي كانت منذ اليوم الأول لأحداث فبراير 2011. هذا هو نفس التشدد ونفس التأزيم الذي وقفوا عليه منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم. لم يتغير في موقفهم شيء، سوى أنهم يصدرون بعض الإعلانات البيانات التي تقول نحن نقبل الحوار. وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الخليفة قد دعا المعارضة بعيد بدء الاضطرابات التي اندلعت في 14 فبراير شباط الماضي إلى الانخراط الفوري في حوار وطني، وحث كافة أطياف المجتمع على التحلي بالصبر والبعد عن التصعيد وتجنب الشحن العاطفي.